بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية مرة ثانية. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بموضوع أو نحكي عن موضوع، فعليا نبدأ وننهي، يعني محاضرة واحدة بس، ما بنحتاج أكثر من هيك. اسمه البوينترز. تمام، حدا سامع بالشغلة هاي قبل هيك؟ موضوع البوينترز حدا سامع فيها قبل هيك؟ أنا يا دكتور سامع فيها؟ إيش البوينترز؟ هو عبارة عن الادرس للمتغير او اللوكيشن حقه. حلو، ممتاز. يعني هو البوينتر من اسمه مؤشر، يعني هو بيأشر على موقع معين، فهو فعليا يحتوي على ادرس لموقع معين. بس شو يعني ادرس؟ هلا بدي احكي، بس ضيق شوي، حاسه اذا منكم بس ثواني. تمام، خلينا نحكي عن موضوع الادرس هذا. هلا احنا عنا متعودين او كنا نحكي زمان انه لما اجي انا اعرف على سبيل المثال variable x، صح، انه بيجي على الرام وبيحجز له مكان بالرام، بيجي هذا المكان بسميه x. ماشي، لو جيت حكيت له مثلا على سبيل المثال integer y، او مش integer، خلينا نحط شيء ثاني بغض النظر شو هو، let's say character y. اوكي، رح يكون في عندي هنا y برضه بتحتوي على زي ما حكينا، بيكون عباره عن location، وهذا اللوكيشن بالرام بنحجز وبيأشر على، او مش بأشر عليه، سوري، بيكون الاسم y، يعني انا بقدر ارجع له باسم y. حكينا وقتها، ما بعرف تتذكروا، قلنا انه هاي اللوكيشنز هي فعليا اوكي احنا بنعطيها اسم، لانه احنا نقدر، عشان احنا نقدر نتعامل معها لما اعرفها واحجزها واصير اجي هون احكي له مثلا على سبيل المثال اكس بيساوي 10، فبده يعرف انه العشرة هاي بده يخزنها جوا الاكس. اوكي، فانا هنا انا بكتابتي لبرنامجي انا ميزت انه هذه اللوكيشن يطلق عليه اسم اكس خلال هذا البرنامج. طبعا اذا عملت برنامج ثاني ممكن هذا اللوكيشن يتم حجزه لشيء ثاني، لفاريبل ثاني، فباجي هون مثلا بحط له x. ال y تحتوي على، هي عبارة عن character، بقدر اجي اقول له y بتساوي مثلا a as a character، فبروح احط لي اياه هون. تمام، هلا الفكرة انه كل location اصلا عندي في الرام غير شغلة ال identifier، هذا وقتها سميناه identifier عشان انا اميزه، صح؟ لكن فعليا في الرام كل location في له address. تمام، له address معين، هو عبارة عن رقم بالعادة، واليوم حنشوف كيف شكلهم، بس أنا حاطيهم من عندي، يعني أرقام من عندي، فكل واحد فيهم هاي اللوكيشنز بيكون له أدرس معين. فلتس سي هذا 1000، هاد 1004. تمام، بنفرض عندي كمان اللوكيشنز اللي جاي وراه، أوكي، هذا بيكون مثلا 1008، هذا 1012. هدول الأدرسيز أوكي أنا ما بعرفهم، ولا يعني سهل إني أنا أحفظهم أو أعرف أنا والله إني أنا خزنت العشرة في الموقع اللي عنوانه 1000، ما بزبط. تمام، يعني أنا شعرفني، ما هو أصلا هو random access memory، أنا لما أقول له احجز لي X هو بيحجز أي مكان في الميموري، يعني أي مكان فاضي في الميموري حيحجز لي إياه، يسمي لي إياه X ويخزن لي فيه العشرة. فأنا ما بقدر أعرف، يعني ما في طريقة يعني مباشرة أقدر أعرف فيها إنه والله هذا اللوكيشن اسمه أو عنوانه 1000، فأنا كل ما بدي بروح بستخدم الألف، باجي بكتب الألف هنا بالكود، ما في عندنا هذا الحكي. بس برضو لأسباب حتاخدوها لقدام، يعني لقدام حتحتاجوا تشتغلوا على إشي، يعني لما تاخدوا الداتا ستراكشر لتركيب البيانات حتحتاجوا تستخدموا إشي اسمه linked list، حتستخدموا إشي اسمه كيو، إشي اسمه stack. هدول هم عبارة عن إيش؟ عبارة عن مجموعة locations جاي يعني مترابطة مع بعض بطريقة ما، مو شرط تكون ورا بعض، بس بتكون مربوطة ببعض بطريقة هتاخدوها لقدام إن شاء الله. فهذا اللي ناخده اليوم، إحنا اللي نحكي عن pointers، هي مقدمة بس عشان نفهم شو يعني إنه أنا عندي إشي اسمه pointer. ما هو pointer؟ pointer شباب هو عبارة عن variable، زي كيف لما أقول لك x y
هو variable أنا بقدر أعرفه أوكي بالبرنامج أجي أحكي له مثلا integer وبدي أسميه pointer x أساس هلا بنفهم ليش أنا سميته pointer x تمام بس البوينتر بالعادة شايفين أنا أعطيته إيش أعطيته data type عادي بقدر أجي أحكي له هذا pointer character pointer y ماشي بس فعليا أنا مش أنا ما بعرفه بهاي الطريقة لو عرفته بهاي الطريقة ما اختلف عن الـ x وعن الـ y صفة ذاري بالعادي علشان أحكي له إنه هذا pointer أوكي بعرفه باستخدام الستار بحط الستار قبليه هيك بالكود نكتبها باجي بقول له integer star pointer x character star pointer y فبيجي بحجز مكانين في الميموري بيجي بقول لي مثلا هذا المكان pointer x وهذا المكان pointer y طيب اوكي لهلا ما شفتش اشي انا اختلف شو يعني طب ما هي الx والy حجزت لهم مكان في الميموري وهي هدول الptr x والptr y برضو حجزت لهم مكان في الميموري بماذا يختلفوا عن بعض هلا الx والy هما variables اللوكيشن تبعهم او اللوكيشن اللي بحجزه يحتوي الكونتنت اللي فيه محتوى هو عباره عن value عباره عن قيمه قيمه شو يا اما integer يا اما character يا اما float يا اما double حسب انت كيف معرف الفاريبل فالفاريبل العادي يحتوي على قيمه تمام قيمة معينة يا إما أنت بتحطها بأسايمنت ستيتمنت يا إما بتخلي اليوزر يدخلها هي قيمة بغض النظر هي قيمة رقمية هي كاركتر زي ما قلنا بوليان واتيفر بس البوينتر كمان هو عبارة عن إيش هو فاريبل لكن هذا الفاريبل تمام contains الكونتنت تبعته المحتوى اللي عنده contains address contains address يعني أنا لما أجي أقول له احجز لي location وهذا location بده يكون لpointer يعني أنا عرفته بشكل pointer معناها إنه هون أنا هون حاطة integer صح؟ أنا هون ما بقدر أحط له integer عادي ما بيكونش إله معنى لما أحط له أي رقم عادي ما إله معنى أنا لما بدي أحط له هون رقم لازم محتوى يكون عبارة عن عنوان أي عنوان من هاي العناوين بطريقة ما حنشوف كيف طب أنا بعرفش العناوين أنا ما بعرف الألف والألف وأربعة والألف وثمانية إيش بيحتوى على إيش ما بعرف أنا يعني مش مطلوب منك ولا مطلوب مني إني أحفظ طريقة العنونة الموجودة في C++ أو في البروسيسور يعني خلينا نحكي بشكل لا بالرامات يعني قصدي بشكل عام أنا مش مطلوب مني أحفظ كيف الأدريسز تنعطى تمام بس كيف يعني أنا بحكي لك البوينتر هذا يحتوي على عنوان معناه إنه أنا ممكن زي ما قلنا إنه يكون في عندي هون قيمة ألف لما يكون في عندي قيمة ألف هذا شو معناه؟ معناه إنه هذا البوينتر يؤشر على اللوكيشن اللي عنوانه ألف لما أجي أقول لك إنه هذا البوينتر يحتوي على 1004 معناها هو يؤشر على الموقع اللي عنوانه 1004 طيب ماشي طب أنا كيف أحكي له كيف أخليه يأشر عليه شو الجملة اللي أنا بدي أكتبها بحيث إنه يعرف كيف مش أنا هون عشان أحط 10 قلت له x بتساوي 10 هون قلت له y بتساوي a صح أنا هون هلا بدي أحكي له صح مزبوط بس عملت assignment statement حطيت value مناسبة لإيش للdata type طيب هون إذا هون في شغلة نسيتها طب ليش أنا بحط قاعدة data type هذا معناه إنه هذا الموقع يؤشر على قيمة من نوع integer يعني ما بقدر أخلي هذا pointer x يؤشر على y ممنوع ما بقدر ليه؟ لأنه y تحتوي على character فأنا هون معرفة pointer هذا من نوع integer معناها هذا pointer يحتوي على address لموقع آخر بس هذا الموقع الآخر يحتوي على integer لما أقول له الواي is a character البوينتر واي is a character معناها البوينتر واي بقدر أحط فيه address لموقع آخر بس شرط هذا الموقع إنه يكون معرف لفاريبل من نوع character أو يحتوي على value من نوع character طيب نرجع نحكي
هاي الألف كيف خزنتها هون؟ الألف وأربعة كيف خزنتها هون؟ يعني هو ما حط لي إياها بشكل عشوائي، أنا لازم أقول له خلي pointer X يأشر على الموقع ألف، خلي pointer Y يأشر على موقع ألف وأربعة زي ما بنعملنا هون. كيف نعمل هذا الحكي؟ بقدر أستخدمه هذا لما أجي أنا بدي أتعامل مع pointer هذا، أوكي؟ بدي أتعامل معه ك variable يحتوي على، أوكي؟ هو فعلياً هنا أنا طريقتي غلط، ما بنحط ستار هون، هلا حنعرف ليش. هلا أنا لما بدي أتعامل معه، نعم؟ حط R. أيوة، أنا لما بتتعامل معه هذا as a variable، بدي أجي أحكي له، بدي أجي أعمل له assignment statement، بدي أقول له ptr x equals. هلا لما بدي أقول له هنا equal، أنا ما بقدر أحط له variable عادي، ما بقدر أقول له equal x، ما بقدر أقول له equal 10، ما بقدر أقول له equal 1000، ما بقدر. ليه؟ لأنه هو هذا ما بياخد value، بياخد address. فأنا هون بدي أحكي له بدي ptr x يأشر على الادرس تبع X. فهي الX عندي كيف أنا أمثل الادرس؟ باجي بحط قبلي إشارة الامبرسنت اللي بهذا الشكل، إشارة واحدة تعرفوا الآن تبعتنا اللي نستخدمها تنتين منهم and الوحدة بس معناها ادرس، تمام؟ يعني هاي لما أحطها قبل الX هاي معناها، طبعا هون في فاصلة مقطوعة، هاي معناها ادرس of variable x. يعني حيجي يشوف ال x وين أنا لما عرفته فوق الرام وين خزن لي إياه، خزن لي إياه أو حجز لي هذا الموقع. الأدرس لهذا الموقع كان 1000، فأنا لما أعمل هاي، لما أنفذ هاي الجملة بروح بجيب الأدرس تبع x وبخزنه في ال ptr x، تمام؟ ما بيصير تفضل دكتور، إيش هنستفيد لما نخلي الـ ptr x يأشر على قيمة x؟ هلا زي ما حكيت لك، هلا إحنا حناخد pointer كمفهوم، شو يعني إنه pointer يخزن address وكيف بتعامل معه، لكن لقدام تستفيدوا منه بشغلات كتير. يعني زي ما قلت لك لما تأخذوا data structure تركيب البيانات، لما تأخذوا مثلا على الفصل الثاني إن شاء الله، يس على الفصل الثاني لما تاخذوا اساسيات البرمجه تكملوها، اساسيات البرمجه 2 مش حكيت لكم في البدايه، احنا حنكملكم نحكي لكم عن الاري وحنحكي لكم عن ايش كمان، اللهم صل على محمد، هناخذ الاريز وحناخذ فانكشنز الاوبجكت، الاوبجكت بالبايثون، بس انا قصدي حنكمل بالسي بلس بلس الاريز والفانكشنز، فحنتعلم بعض الشغلات لها علاقه في البوينتر، تمام؟ كيف أعمل dynamic array مثلاً، dynamic array بتها pointer، كيف أعمل calling بطريقة معينة للfunction، هناخد هذا الإشي. بس pointer تمهيد، إحنا قاعدين نحاول نختصر من الفصل القادم، فهذه المادة كتير مهمة، كل مادة أساسيات واحد هاي حتى بعد ما تخلصوا امتحانها بالإجازة بين الفصلين حاولوا ارجعوا راجعوها، لأنه إحنا حنبني عليها إن شاء الله في أساسيات اثنين، وهذا اللي بيصير بالعادة يعني. طيب فحتشوفوا الفائدة منها إن شاء الله لقدام، بس إحنا هلأ بدنا نأخذها ككونسبت، شو يعني تعريف pointer في ال في لغات البرمجة، في C++ mainly، يعني مش كل لغات البرمجة by the way تحتوي pointers. طيب يعني في منها بتحتوي pointers بشكل ضمني، يعني أنت ما بتعرف أو ما بتتعامل معها زي ما إحنا هلأ حنتعامل معها في ال C++. ف يعني لقدام إن شاء الله حتعرف كيف إحنا ممكن أو شو السبب إنه أنا يكون عندي pointer. فهون لما أجي أحكي لك ptr بساوي الادرس للx معناها بخزن فيه قيمة x. لو أنا كتبته هيك ptr x بتساوي x هيعطيني عليها syntax error، هيقول لي هذا لازم تخزن فيه address، أنت حاطط فيه variable ما بزبط، تمام؟ ما حيقبل، فأنت فعليا ما بصير تخزن فيه غير address. نفس الشيء لما أحكي له أنا ptr x مثلا بساوي بدي أقول له أشر لي على الواي، بقول له ampersand y، فهلأ هنا بتخزن فيها اللي هي 1004 اللي هي مش قيمة y، لا هي الادرس للوكيشن اللي محجوز لواي، تمام؟ طيب هلأ خلينا شوي نشوف نشتغل شوي على العملي، وبلكي يعني وصلت الفكرة أكتر. بس مبدئيا فكرة إنه pointer is a variable that contains address واضحة بالنسبة لكم؟
ولا لا؟ شباب لا شباب صبايا كيف الوضع؟ تمام أكيد. هي هلا أنا ما حكيتش إشي تاني غير هيك، بس إنه البوينتر هو عبارة عن فاريبل، بس هذا الفاريبل ما بيحتوي على فاليو عادية، تمام؟ بيحتوي على أدرس لفاريبل تاني أو لموقع تاني. في نقطة نسيت أحكيها، لما أنا حكيت لهون إنتجر زي ما اتفقنا، معناها إنه هذا البوينتر بيأشر على موقع آخر يحتوي على إنتجر، فما بيقدر إنه يأشر على موقع آخر يحتوي على أي داتا تايب آخر. ففي عندي تعريف، لو أنا مثلاً بدي أعرف another pointer، أوكي؟ لسي اسمه PTRZ مثلاً. هذا البوينتر لو أعطيته داتا تايب، ما بدي أعطيه لا انتجر ولا كاركتر ولا بوليان ولا إشي، بدي أعطيه داتا تايب عام، بعطيه void. void هاي اللي إحنا متعامل معها بالمين، لما أقول له void main، void معناها فراغ أو ما في data type معين. فلما أنت تعرف pointer من نوع void، تقدر تقول له أشر لي على x، تقدر تقول له أشر لي على y أو أي data type بدك إياه. فلما يكون void، هذا ال pointer يقبل address لأي content أو sorry لأي نوع variable، سواء انتجر، بوليان، فلوت، دبل، كاركتر، شو ما كان، اوكي، لو انا حطاه void. لكن لو انا محددة بالضبط انه انتجر انه كاركتر، ما بيأشر الا على المواقع اللي بتقلي ايش اللي بتحتوي نفس الداتا. خلينا نشوف هنا نفس الفكرة، بدي اعرف انا ايش اقول له، انتجر x y، تمام؟ لا سوري، قلنا انتجر x، وبدي اعرف pointer x، بس هذا pointer حكينا حط له star عشان يعرف إن هذا pointer مش variable عادي، وبدي أعرف y، وهنا star pointer y. طبعا ما بتقدر تسمي هذا y وهذا y، هي لأنه حيصير عندك variables بيشبهوا بعض، حتى لو كان واحد منهم pointer ما بتصير تستخدم نفس الاسم. طيب هلا شو بدي أعمل؟ بدي أقول له هنا أو هون x بتساوي 10 مباشرة، y بتساوي حكينا هي ال a، تمام؟ هلا بدي اجي احكي له انه ال ptrx بده يأشر على ال x. لاحظ لو ما عملت هيك، لو قلت له ptrx تمام تساوي x، قلت له اياها هيك مباشرة، شوفوا كيف اعطاني ايرور عليها، اعطاني ايرور على الاساينمنت. لما وقفت عليها شو قال لي؟ a value of type int cannot be assigned to an entity of type int star. فهمتوا بين الجملة؟ أنا مش قادر أحرك الماوس، أنا لازم أكون واقفة. وهون بحكي لك إنه عندك variable من نوع integer ما بتقدر تخزنه، أوكي، ب variable تاني من نوع integer star، يعني pointer ل integer. أنا هون علشان أقدر أخزن، لازم أقول له خزن لي ال address ل x وليست ال x نفسها، تمام؟ نفس الشيء لو بدي أحكي له هنا pointer y، بدي أقول له هذا خزني فيه address لل y. هلأ علشان توصلكم المعلومة أحسن، شوفوا اللي بدي أعمله هلأ. لو بدي أقول له هنا see out x، see out out pointer x، كتبت غلط شكلي، و see out pointer y. نشوف ايش حيطبع لي في كل واحدة فيهم، اوكي؟ تعال نشوف. وبدي اعمل كمان شغلة، بدي هون اقول له اطبع لي الادرس لx قبل هاي، عشان اشوف هل حيعطيني نفس الاشي ولا لا. وهون حقول له اطبع لي الادرس ل y. نعمل رن ونشوف شو اللي حيعطيني اياه بالضبط. دكتوره؟ نعم. لا مقاطعة ضروري. احكي. لازم اطلع دكتوره. اسمعي. مين اللي بحكي ده اياه؟ عبد الرحمن العجار.
طيب يا عبد الرحمن توكل على الله، مو مشكلة، بس ارجع شوف راجع المادة لأنه هاي المادة داخل معنا في الفاينل. اوكي ان شاء الله. وهي على فكرة آخر محاضرة، خلص هاي آخر محاضرة بالفصل، يوم الاثنين إن شاء الله ما في محاضرة ان شاء الله. يلا الله معك، مع السلامة. طيب نرجع هون مرة تانية، هون بس أعطاني أدرس غريب. اوكي مو مشكلة، ممكن لأنه كاركتر. هلا خلينا بس نشيك على هون شو صار معي. لما جيت قلت له سي اوت لاكس راح طبع لي العشرة، سي اوت للواي اعطاني الاي، تمام. لما قلت له اطبع لي الادرس للاكس، شوفوا الادرس كيف طبع لي اياه، طبع لي ادرس رقم، والرقم هذا على فكره اذا متذكرين النظام السادس عشري اخذتوه زمان بالتوجيهي، النظام السادس عشري حتاخدوه باللوجيك، مش مشكلة حتاخدوه لما تاخدوا دوائر المنطق. بس هاي الفكرة، هذا النظام السادس عشري هو طريقة لتمثيل الأرقام ويستخدم في الادريسينج بالرامات، تمام، لما أو بالميموري. يعني لما بدهم يعطوا عناوين لمواقع في الميموري تعطى بهذا الرقم. فهون عندك لاحظ هذا الرقم وهذا نفس بعض بالضبط، اللي هم فعليا إيش، اللي هم الادرس لأكس، هيو ادرس لاكس، والقيمه المخزنه في ايش، في بي تي ار اكس، تمام، والقيمه المخزنه في بي تي ار اكس. واضح هي الاثنين بيشبهوا بعض، معناها انا لاني هون خزنت الادرس لاكس جوا البي تي ار فطبع لي التو ادريسز زي بعض. نفس الشيء بالنسبه للواي، الادرس الواي والبي تي ار واي اعطاني نفس الشكل. انا بس هون مستغربه ليش الادرس اعطاني اياه كاركتر، يعني بس شكله برضو الادرس ما جتني كذا، طلع نفس اللي شرحتي، طلع عندك برضو زي هدول. لا ما طلع لي كلام كذا غريب، طلع لي الادرس ونفس الادرس. ما هي الادرس ونفسه، بس هذا بالنسبة لأكس وبي تي ار اكس، لكن هدول الواي وبي تي ار واي طالع عندي بشكل تاني، ما بعرف ليه، ما بعرف ليش طالع عندي هيك. يعني هذا المفروض يطلع ادرس، بس ما بقول يمكن عشان انه كاركتر، مش متاكده والله. طب انا هون لو حطيت على سبيل المثال، خلينا نحط اشي تاني مثلا let's say float az تساوي 3.5، وجيت حكيت له انه انا بدي برضه هذا يكون ptr z تكون float، تمام، وجيت طبعتهم وهم في فاصلة، جيت طبعتهم هون بنفس الطريقة، جيت طبع لي Z، طبع لي الأدرس لZ والPTR لZ، ضرب عليها هاي ما بعرف ليه. بس على أي حال دكتورة، بدل الكاركتر لو تجربي تحط string، لا نفس الفكره، لا هو الفكره انسوا انتوا الكاركتر، احنا حتى انا بالاساسيات اثنين دائما بنعطي على الانتجرز، بس هي الفكره انه انت بتقدر تحط اكثر من شيء، تمام. انا حطيت هون واي بتساوي مثلا again 9، حطيت له بي تي ار ستار بي تي ار واي بهذا الشكل، فحتشوفوا هنا شوفوا ايش حيعطيني. اتخيل الان في مشكله لاني عرفتهم ككاركترز يمكن، بس لما حطيتهم انتجر طلعوا، طلعوا هون. لما قلت له ادرس الاكس وبي تي ار اكس اعطاني نفس الادرس بالحالتين، لانهم اثنين فعليا هم الادرس، ادرس لاكس، ادرس لواي وبي تي ار واي برضو اعطاني نفس الادرس، شايفينه الارقام هاي نفسها، تمام. فالفكره بدي اوصلها اجين انه البي تي ار اللي هو البوينتر، بغض النظر انا بس سميته بي تي ار، بس انت سميه شو ما بدك، البوينتر يحتوي على address، تمام؟ طيب هلا لو أجيت عملت هيك، هلا لاحظ أنا كيف طبعت البوينتر، طبعته من غير الستار، مع أني لما عرفته as a star. طب شوف لما أجي أنا أقول له هيك، لما أجي أحكي له see out star ptr بهذا الشكل x، ترى شو حيعطيني؟ بدي أحكي هنا قيمة x، طرد عنك صح 100%،
لما أجي أحكي له أنا star ptrx معناها أعطيني القيمة التي يؤشر عليها هذا البوينتر. أوكي؟ شو القيمة اللي بيأشر عليها هذا البوينتر؟ بيجي على ptrx بشوف إنه هذا هي address 1000، بيروح بشوف الألف وينه؟ هيو بيعطيني القيمة المخزنة هون. فالمفروض هاي star ptrx تعطيني القيمة المخزنة في x وليس الأدرس. star ptry أعطيني القيمة المخزنة في y وليس الأدرس. فهنا هالضروري نعرف الفرق بينهم. طلعوا هاي هنا هاي الx طبعتها بالأول بعدين الy، هدول الأدرسيز المطبوعين هون. آخر إشي star ptr و star ptr شو أعطاني؟ قيمة x وقيمة y. تمام؟ هذا يعني حجيب لكم عليه سؤال في امتحان الفاينل تريسينج. فأنا هلا حعطيكم كل شيء له علاقة بالتريسينج، حعطيكم مثال بجيب لكم إشي كتير بشبه إن شاء الله بالفاينل. أنا فكرة هون بس إنك تعرف كيف تتعامل مع البوينتر وتخزن في البوينتر. فهلا لاحظوا أنا لما عملت assignment للبوينتر مباشرة حطيت فيه address. طب إذا عملت هيك شو تتوقعوا تعمل؟ بزبط ولا ما بزبط؟ ما بزبط. ما بزبط. انت قلتي بس منين نحطه مع الادرس؟ انا هون لاحظ انا هون استخدمت هالستار وجيت هون حطيت الستار. فلما قلت له هون ستار بي تي ار اكس اعطيته 100. شو بتتوقع؟ ما هو ما ضرب عليها قبل شوي. انا لما ما حطيت الادرس هون ضرب عليها، معناها انه انا ما بقدر أخزن في نفس الموقع إلا إنه لازم يكون أدرس. بس هنا أنا غيرت المنظر. طلع هنا مش حاطة ستار، هنا حاطة قيمة جديدة. أيوة هلا هون لما حطيت الستار نفس المبدأ اللي هون، هاي شو معناها؟ قلنا هون طبع لي القيمة التي يؤشر عليها البوينتر. راح شاف شو الأدرس 1000، راح على الموقع 1000 لقى فيه قيمة 10 فخزنها فطبع لي إياها. أصلي هون شو هيعمل؟ هيجي يقول هذا غير لي القيمة التي يؤشر عليها PTRX. يعني هيجي يقول لي هون هاي PTRX بيأشر على 1000، فهيجي على القيمة اللي بيأشر عليها هيخليها 100. فيعني مين اللي صارت 100 فعليا؟ X اللي هي X. exactly X هي اللي صارت 100. فلو اجيت هلا هون قلت له see out X، شوف شو حيعطيني. هاي آخر قيمة طبع لي إياها see out X. شو أعطاني X؟ أعطاني إياها 100. يعني أنا بقدر أغير ال X. مش يعني ما عندي صفحة. نعم صفحة يا خاص كانت معنا عندي يعني معلق. هلا شايفنا منيح يعني خلاص تمام. طيب تمام. يبقى هون شباب مرة تانية أنا بقدر أغير من قيمة X، إما مباشرة أقول له X بتساوي قيمة معينة أو باستخدام البوينتر. بس ما بحط البوينتر من غير ستار، لازم أحط ستار بهاي الحالة إذا بدي أغير لي بقيمة X. تمام واضحة؟ هذا لازم نكتب بوينتر X. إيش هو؟ نقدر نعمل مثلاً see out بدون ما نعرف البوينتر X، بدون ما نكتبه ونعمل see out للأدرس X. بتقدر. نقدر صح؟ بتقدر طبعاً. هي ما أنا استعملته. يعني لو ما حطيت قصدك هيك يعني خلص هذا إحنا خلصنا. لو جيت عملت هيك مثلاً integer X equals 10 صح؟ وجيت قلت له see out هيك شدك إياه. المفروض انه اكيد ما هو هذا الادرس، بس فعليا مش مخزن في اي مكان. انا بستخدم البوينتر عشان اخزن فيه الادرس هذا. عرفت علي؟ يعني هون اوكي طبع لي عنوان الاكس بس ما خزنته في مكان، البوينتر انا استخدمته عشان اخزن فيه هذا العنوان. تمام. طيب تمام. هلا انا حكيت سؤال. تفضل اسال. ماشي مقالة بس. طب لو حطينا اللي هو آخر إيش لما حطينا بتي بي تي آر إكس إيكوال مية، لو حطيتها بلي سي أب تتغير قيمة الإكس ولا بتضلها؟
كيف يعني حطيتها بسي اوت وين؟ قبل سي اوت يعني البي تي ار اكس ايكوال 100. هيها حطيتها قبل سي اوت تتغير كلمه اكس قبل السي اوت. ما هي حطيتها طبعا هون. اذا حطيتها هون طبعا على طول تتغير قيمه اكس. طلع هي اعطاني من هون اولها اعطاني 100 ما طبع لي اكس طبع لي 100. وحتى هون لما قلت له يلا اعطيني القيمه التي يؤشر عليها اكس يؤشر عليها بي تي ار اكس اعطاني برضه 100. بطل يعطيني 10 من اول لحظه غير لي اياها على طول. يس هي بتغير على القيمه اللي يؤشر عليها هذا البوينتر. تمام هذا سؤالك ولا عندك إيش تاني؟ هي جوابتك. تمام الله يعافيك. طيب شباب أنا حكيت لكم إنه المادة هي موجودة هون أيوة part 6 pointers. فخلينا نتفرج عليها هيك بشكل سريع. هنا هذا شرح الأشياء اللي حكيت لكم إياها كيف أنا بعرف أوكي ال pointers وكيف بخزن ال address أوكي. وهذا الحكي تقريبا نفسه اللي إحنا حكيناه. السي اوت كيف بطبع وشو الفرق بين طباعة الستار للبي تي ار وكيف طباعة البوينتر نفسه بطبع للادرس طبعا بهاي الحالة. طيب خلينا نشوف هون مثلا هذا نفس الحكي اللي حكيناه قبل شوي يعني تقريبا بيشبه اللي انا عملته. هون عرف لي فاريبل اسمه انت فار من نوع انتجر وعرف لي هون له بوينتر شايفين ونفس الشيء خزن لي في البوينتر الادرس لهذا الفاريبل. وراح هون شو عمل؟ نفس اللي أنا عملته بالضبط بس أنا عملته على الـ X والـ Y. طبع هنا اللوكيشن للـ variable فاستخدم الـ AND مباشرة الـ AND% استخدمها في الـ Cout هيطبع له اللي هو الـ address للـ variable مباشرة. هنا طبع لي الـ content للـ variable يعني مخزن في الـ variable هيطبع لي العشرة. هون طبع لي اللوكيشن حتى الـ pointer by the way نسيت أحكي لكم إياها حتى البوينتر هذا برضو إله أدرس صح؟ مش هو البوينتر اتفقنا إنه عبارة عن variable بيحتوي على أدرس فهو بالنهاية هو عبارة عن location حجز له location فاللوكيشن هذا برضو إله أدرس. فأنا لو إجيت قلت له هنا see out address of PTRX شو حيطبع لي بهاي الحالة؟ الأدرس على البوينتر إكس يس اللي هو 1008 بحالتها صح؟ فحتى البوينتر أنا بقدر إني أطبع له الأدرس حتى البوينتر بقدر أخلي بوينتر تاني أشر عليه أوكي؟ الفكرة إنه هو يحتوي على أدرس للوكيشن لموقع موجود في الميموري تمام؟ هذا بشكل عام برضو إنه البوينتر هنا إيش الكونتنت للبوينتر هذا المفروض يطبع لي أدرس وهذا طبعا إيش لازم يطبع لي the value that this pointer points to القيمة لما حطيت ستار هنا القيمة التي يؤشر عليها البوينتر تمام شباب واضحة واضحة دكتور واضحة. طيب هلا بالامتحان حجيب لكم سؤال زي هيك بالضبط حاجي اجيب لك سؤال فيه بوينترز واقول لك اعمل تريسينج ليلو فانا هذا بدي اخده زي ما هو هيك ونعمل تريسينج بايدي بعدين لأنه أنا ما عندي إياها صورة على فكرة هذا جبته في امتحان للطلاب أساسيات 2 هجيب لكم إشي زيه على أبسط شوي أو زيه يعني أنا أساسيات 2 أخذوا البوينترز هذا الفصل بس ابتداء من الفصل الجاي خلاص ما حيكون موجود ضمن المادة. طيب خلنا نشوف أنا هنا طبعا وقتها بالامتحان برضو ريحتهم رحت حطيت لهم أنا الفاريبلز اللي عرفتها حطيتها في اللوكيشن عملت لها لوكيشن يعني اعتبروا هاي هي الرام تمام لاحظوا ايش انا معرفه هون جيت هنا معرفه ستار بي 1 وستار بي 2 يبقى هذول شو هم فاريبلز عاديات ولا بوينترز بوينتر هذول بوينترز هلا مبدئيا ما مش مخزن فيهم إشي فرحت ايش حجز لهم مكان عفوا في الميموري لاحظ هنا أنا حاطة الأدريسز عشان بالأوتبوت نقدر نطلع أنا مطلوب مني أطلع الأوتبوت أعمل تريسينج وأطلع الأوتبوت تمام؟ طيب خلينا نشوف شو بدنا نعمل الإكس حجز لي إكس واي ودي
الاكس اعطاها قيمه 4 فباجي بخزن هون 4، الواي اعطاها قيمه 6 باجي بخزن 6، الدي اعطاها قيمه 2 باجي بخزن 2. يلا نكمل هيك، خلصنا السطر الاول. هلا هون شو بدي اعمل؟ P1 بيساوي address of x، شو بدي اخزن في P1؟ 1070. ايوه هي x، هي الادرس للx، فباجي بخزنه هون 1008 بخزنه في P1. تمام هي خلصت هذا السطر. اللي بعده P2 بيساوي address of y، شو بدي اخزن في P2؟ 1012 باجي بخزنها هون. هاي دان اوكي. طيب جيت هون قلت له ايش؟ x plus plus، شو يعني هاي x plus plus؟ شو بدي اعمل؟ x بتصير يعني زودها القيمة، بدي ازودها بدها تصير x كم؟ 5 صح؟ بدي ازود قيمة x صح ولا لا؟ راحت الاربعة صار بدالها 5، هاي تمام. طب الواي؟ 7 7 برضو عملت لها y plus plus. هلا إجا هون بقول لك star p1 equals 100، شو يعني؟ الاكس صارت 100 100%. star p1 يعني القيمة التي تؤشر عليها p1، اعتبروا هاي زي ما قلنا الستار مش موجودة. تمام القيمة التي تؤشر عليها p1 وين p1؟ هيها ايش الادرس اللي فيه؟ 1008 على وين بيأشر؟ هيو على هذا الموقع. يبقى القيمة التي يؤشر عليها P1 غير لي اياها وخليها 100، اروح اشيل لي هاي وحط لي مكانها 100. تمام هلا ماشي امورنا؟ صارت x، ايوه هاي صارت x 100، الواي لساتها 7 والدي 2. نبلش نطبع هلا. P1 equals، بدي أطبع هاي طبعاً بما هي string، أطبعها زي ما هي. star P1 equal star P1، شو يعني star P1؟ شو بدي أطبع لي؟ قيمة x. أيوة القيمة التي يؤشر عليها P1 اللي هي قيمة x، حيطبع لي هون 100. ممتاز، حينزل سطر end line. يلا هاي خلص الجملة اللي وراها P2 بيساوي P1، ايش هيعمل؟ تغير اللوكيشن حق البي 2 صار بي 1. كيف يعني ايش حتصير؟ شو اللي حيتغير؟ البي 2 كانت اللوكيشن حق 1012 حيصير 1008، يعني حتأشر على الاكس. تمام يعني بس هو في شغله صغيره، هو ما بده يغير اللوكيشن، هو بده يغير القيمه المخزنه في بي 2. يعني هلا لاحظ بي 2 وبي 1 قاعده بتعامل معهم كبوينترز، كلوكيشنز او كفاريبلز يعني قصدي. ف P2 بيجي بقول لك كيف لما تحكي انت مثلا x بتساوي y كفاريبلز عادية، يعني خزن لي القيمة اللي في ال y حطها في ال x صح؟ انا هون بدي اشوف ايش عندي في P1، هيها بدي اخزنها في P2، هاي نفسها هاي ما بتتأثر، بس بدي اخذ منها نسخة واحطها في P2، حيشيل ال 1012 حيصير بدالها 1008. عادي غيرت values أو يعني غيرت values، بس values بهاي الحالة عبارة عن addresses، عبارة عن عناوين. فأنا قلت له P2 صارت تحتوي على العنوان المخزن كان في P1، يبقى صارت P2. يعني زي ما P1 بتأشر على X برضو P2 صارت بتأشر على X صح؟ مفهوم شو عملنا هون؟ assignment statement عادية. كيف لما قلت لك هون X بتساوي Y كان حطيت 7 في الـ X صح ولا لا؟ نفس الفكرة هون P2 بتساوي P1، يعني القيمة المخزنة في P1 هي عبارة عن address، شيلها وحط لي إياها في P2، نفس المبدأ. تمام؟ واضحة هاي الجملة؟ واضحة. طيب نروح اللي وراها star P2 بيساوي 3، شو اللي بده يتغير؟ X بتساوي 3 برضو الاكس، مش الواي ولا الاكس؟ اوكي الواي الاكس الاكس، ما انا غيرتها، مش غيرناها قبل شوي؟ هاي الجمله شو عملت؟ غيرت لي قيمه بي 2 صح ولا لا يا شباب صبايا اللي حكوا واي؟ بي 2 انا غيرتها هون وصارت 1008،
معناها P2 صارت تأشر على الموقع 1008 اللي هو موقع X. بطل في حدا بأشر على Y by the way. ما في عندي pointer بأشر على Y. تمام؟ الY لحالها مستقلة. Okay؟ فصفى عندي أنا الpointer 1 والpointer 2 الاثنين بأشر على X. فلما أجي أقول له غير لي القيمة التي يؤشر عليها P2 بطل لي فيها الثلاثة، مين اللي حتصير ثلاثة؟ الاكس يس الاكس حتصير ثلاثة. اوكي فلما يجي هلا هيدا لما يجي هلا بده يطبع هيطبع لي اكس ايكوالز كم؟ ثلاثة القيمة المخزنة. طيب هيكمل اي اند لاين بده يطبع لي واي هلا واي ايكوالز قد ايه؟ سبعة. السبعة يس المخزن فيها طبعا بينزل سطر. طيب هون P1 القيمة المخزنة في P1 plus equal D شو يعني؟ يعني بناخذ قيمة D ومزيد لها واحد ومنخزنها ب X. نزيد لها واحد؟ نزيد ال X اثنين. إيش هاي معناها شباب؟ هاي متذكرين كيف كنا نعملها؟ لما أجي أقول لك X plus equal A مثلا يعني D زائد X. أيوة معناها يساوي X. X. أيوة X يساوي X زائد A صح؟ هاي نفس الشيء star P1 بتساوي star P1 زائد D. طيب ايش القيمة اللي مخزنة فيه او اللي بتأشر عليها P1 again شو هي؟ ثلاثة. ثلاثة هيها بتأشر على الثلاثة يبقى ثلاثة والدي تنين. ثلاثة زائد تنين كم؟ خمسة. وين بده يخزنها؟ في القيمة او في الموقع اللي بيأشر عليها P1 يبقى حيخزنها وين؟ في الاكس فحتصير هاي خمسة. لاحظ هلا بدي يطبع لي star p1 equals ما القيمة هنا التي يؤشر عليها p1 شو بدي يطبع؟ بدي يطبع الخمسة. واضح؟ واضح واضح دكتور. بس هذا المطلوب من البوينترز حيجيكم سؤال زي هيك في الامتحان تمام؟ هيك تريسينج اقول لك يلا تبع أعطيني الأوتبوت، أوكي؟ إشي بيشبه هذا ممكن أجيبه أبسط يعني ما شاعدكم كتير. بس هي الفكرة أنه لازم تكونوا فاهمين شو يعني pointers. تمام شباب؟ حدا عنده أي سؤال؟ المادة هي موجودة عندكم إن شاء الله قريباً حطلع لكم ال حكملكم رفع كل ال شو اسمهم الفيديوهات على اليوتيوب وحط لكم روابط تبعتها. برضو هاي الشغلات الموجودة عندي برضو حرفع لكم إياها. في منها شغلات للأسف بعض الوايت بورد ضاعوا مني، ضرب عندي البرنامج تبع الوايت بورد فراح كل اللي كان مكتوب قبل ما أخذنه. فاللي موجود حرفع لكم إياه، اللي مش موجود بعينكم الله تلاقوه بنفس المحاضرات يعني بالشرح نفسه إلا اللي حابب يرجع له. أوكي؟ إن شاء الله دكتور. إن شاء الله. وهيك منكون يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا شكرا. خلصنا المادة. تفضل يا أحمد. دكتور الحين في الرام هل كل بايت عند له لوكيشن؟ هو تقريبا مش بايت نص بايت I think. يعني هون لاحظ أنا شو عملت عادة ما بعرف إذا انتبهت هون دقيقة يمكن يبين معي هون أكثر. لا ما بيبين معي هون لأنه هون مش شرط يكونوا جنب بعض. بالأري لو عندنا أري بيبين اللوكيشنز بشكل أفضل. طيب هون السؤال ما سمعته إيش هو؟ هلا هو بحكي لك بيقول لك إنه كل لوكيشن هو عبارة عن بايت. يعني هون لاحظ وفعلياً هو مش أنا حاطة لك أربعة بس يعني أربعة بت أنا زايدة فهو فعلياً نص بايت مش بايت. تمام؟ زميلك بيسأل هل كل لوكيشن بياخد بايت كامل؟ كل لوكيشن كل انتجر انا بحجزه او كل لوكيشن باخد بايت كامل. يعني هلا بصراحه انا يعني حسب ما انا حاطه لكم هنا فعليا حسب الترقيم هذا انا حاطه نص بايت لانه انتم بتعرفوا البايت عباره عن 8 بيتس صح؟ هذا بياخد نص بايت. هلا انتم هاي التفاصيل كلها بصراحه انا مش كتير يعني نسياها وما يعني ما درستها قبل هيك. هذه التفاصيل حتاخذوها ان شاء الله لقدام بتخيل اكثر يعني مثلا بالاوبريتنج سيستم لما تاخذوا نظام التشغيل كيف بيتم الحجز وهاي الأشياء أظن إنه حتفهموها أكثر. بس حسب اللي أنا كتبه هنا هذا مش بايت هذا نص هذا 4 بيتس. تمام؟ بس
مو على حسب علمي يا دكتورة إنه أنت عرفت هنا انتجر انتجر فالانتجر باخذ 4 بايت فبينهم يس. كل واحد 4 هسه بدي أحكي لك في بداية الفصل كان في عنا بين إنه كل مثلا انتجر بياخذ 4 بايت الدبل بياخذ I think 8 بايت and so on فبهاي الحالة لا حيحجز أكبر من هيك مش حيحجز بس يعني مش هيكون بس نص بايت مثلاً كل لوكيشن فأنا هون حاطة هاي افتراضياً أنا حطها يعني من عندي عرفت علي ولأنه مش منطق يكون عندي يعني أحط 1000 و1001 ما في هذا الإشي ما فيش عندي لوكيشن بحتوي على 1 بيت أوكي عشان هيك حطيت بهذا الشكل يعني هيك إحنا متعارف عليه بس مش معناه إنه هذا دقيق هالحكي تمام لكن كحجز فعلي في الرام يعني أنا ما بقدر أجي والله هلا بالمحاضرة أجي أعطيك بالضبط إنه الانتجر هالقد حاجز الكاركتر هالقد حاجز يعني حنتغلب يعني أنا هون بعطيك بس شغلة افتراضية أرقام افتراضية للأدريسز وعلى أساس نتعامل معها and that's it هلا في الامتحان لو بدي أجيب لكم أنا ممكن أريحك بشغلة زي ما كيف أنا جبت السؤال هذا على أساس أعطيك أنا لو بدي إياك تطبع الأدرس نفرض طلبت منك تطبع الأدرس ما حخليك تفترض من عندك أنا حكون رسمالك إياه زي هيك عشان يبين عندي كل الأدرس في حال إنك احتجته تمام؟ أوكي شباب؟ تمام إن شاء الله طيب هي آخر محاضرة فكل عام وانتم بخير وسعدت بتدريسكم وكان نفسي إني أشوفكم يعني بصراحة وإن شاء الله إذا قلنا نصيب بنشوفكم على خير إن شاء الله الفصل الجاي سواء عندي أو عند حنان يعني إن شاء الله نكون نروح الجامعة يعني الفكرة إنه نداوم في الجامعة ونقدر نشوفكم على خير بإذن الله تعالى هلا امتحانكم أنتم إن شاء الله يوم 31 صح يعني حيكون يوم الأحد مش في الأحد القادم الأحد اللي وراه بإذن الله تعالى امتحانكم على الساعة 2 بالضبط بدكم تكونوا الله يرضى عنكم موجودين قبل 2 بشي 5 دقائق هفتح ميتينج هون زي ما كان وقت الميد افتح ميتينج هون واللي حيكون الامتحان نفس المكان فوق هيك تاب اسمها final exam حقولكم يلا تفضلوا بلشوا حلوا الامتحان طبعا حيكون عبارة عن ساعة مدته ساعة بالضبط حيحتوي على multiple choice حيحتوي على أعطيني الأوتبوت اعمل tracing حيحتوي على اكتب برنامج حيحتوي على convert من مكان من إشي لإشي بس هحاول يعني مش هحاول ولازم إنه يكون متناسب مع الوقت اللي معك يعني أنت معك ساعة إن شاء الله يعني حيكون امتحان يعني مش هيحتاج أكتر من ساعة لحله تمام؟ يعني المفروض حتى يعني يحتاج 50 دقيقة بس عشان تقدر تراجع وتضبط أمورك ماشي الحال؟ وإذا عندكم أي إشي أي سؤال أوكي أنا متواجدة ابعتولي إن شاء الله يعني بحاول إني أرد أول بأول شغلة تانية بدي أحكيها إيش؟ بلا ان شاء الله بصلح لكم الكويزات باقرب وقت ممكن عندكم كويز اخر كويز ما صلحته بجمع لكم علامات المشاركه وبنزلكم اياها باقرب وقت يعني المفروض قبل الامتحان تكونوا عارف تجميعك من 50 قبل الفاينل باذن الله ماشي بس اعطوني هاليومين هذولا انا معجوقه بكم شغله ادعوا لي الله يفرجها واخلص وان شاء الله بجهز لكم علاماتكم على خير وببعث لكم اياها على التيم طبعا من غير اسماء يعني بس ارقامكم والتجميعاتكم عشان كل واحد يعرف كيف جمع في الماده ماشي الحال حدا عنده سؤال الله يعافيك الله يعافيك يا رب حدا عنده سؤال حد حاب يحكي تفضل ايه دكتوره استعلمت مشارك احنا امتحنا 3 كويزات في كويز كان مش محسوب متذكرين في كويز عملناه بس هيك اي ثينك قبل الميد احنا امتحنا 4 كويزات استنى شوي انا بتذكر انهم 3 لحظه شوي بس في واحد منهم هي كويز 1 كويز 2 كويز 3 بس هذا بتذكر انه قلت لكم وقتها انه مش محسوب ولا انا غلطانه هذا مش هيفتح معي هلا موجود هو عندي بس الفكره انه ليش وقتها قلت لكم مش محسوب لانه كان بس تدريب قبل الامتحان صح نكون ادربكم قبل المد فما كان محسوب وقتها فبس مش مشكلة أنا هشوف الكوزين هلأ إذا في حدا عنده نقص
بالكوزين يعني مثلا مش مقدم الكوز الاول هاخذ له علامه الكوز الثاني ماشي يعني هخليه باك اب عشان ما ياخذش صفر فهمت علي؟ انا ما امتحنت الكوز الثاني كان عندي ظرف وبعثت لك يومي وقت الكوز خلص مو مشكله هو الكوز الثاني مش محسوب اذا امتحنت الاول والثالث خلص ما عليك شيء تمام اوكي شباب طيب تمام دكتورة خليكم بكير بس احنا عشان خلصنا يعني خلصي اخر محاضرة وخلصنا المادة بس اجين اذا احتجتوا اي شيء انا موجودة تمام اذا حبيتوا مثلا خلال الفترة الجاي تعملوا محاضرة مراجعة تتفقوا مع بعض بس بتكونوا دارسين وعندكم اسئلة تسألوني اياها اوكي اذا حبيتوا اتفقوا مع بعض بتخيل انتوا بتقدروا تتواصلوا مع بعض ونتفق على موعد وقبل الامتحان يعني ما عندي مشكلة تمام اوكي تمام دكتور يعطيك العافيه غلبناك ابدا بالعكس يعني ان شاء الله يا ربي هيك الله زي ما قلت الله يجمعنا جميعا ان شاء الله يعني انا بحب لما اتعرف على السنافر الجداد اني اشوفهم وهي خلص الفصل وما شفتكم ان شاء الله يا ربي الله يعني يكرمنا ونقدر نشوفكم على خير يا رب طيب يلا كل عام وانتم بخير يعطيك العافيه دكتور جزاك الله خير الله يرضى عنكم جميعا بس اخر مره باخذ حضور وغياب اتاكد تمام يبقى نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الامتحان او قبل اذا احتجتوا اي شيء يلا سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام